ولا بد ان تكون المسجد
الشعائر فيها شيء من الشركيات أو البدع. نعم. إذا دخل المسجد وجد الصلاة قد أقيمت فيدخل مع الإمام في أي هيئة يكون عليها الإمام، قائم أو راكع أو ساجد أو جالس أو في التشهد الأخير. مسجد عشان بريئة تجاوزت قبل شيء وصي شيء شامل غير. إمام بيروك بيروك وصي. قيام وصي بالقيام وصي. سجدة وصي بالسجدة وصي. أو طبعا أو جاء إمام الجاء وصي قبل شيء وصي تك. عشان يوم شو نقول له شو نقول. وإذا بقي على إقامة الصلاة يتقدم إلى الصف الأول ويصلي، إما أن يقول لهذه الصلاة سنة راتبة قبلية فيصلي السنة الراتبة، وإلا صلى ركعتين ثم جلس. جودي مسجد الإسلام إقامة يصير له إمام الشاملة. إقامة 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 আমাদের পূর্বের সালাত থাকে সুন্নত সালাত থাকে সেই সাথে করবে অথবা বসে যাবে তারপর পরবর্তী ফরজ সালাত চলে فحكم صلاة الجماعة أقل ما يقال في حكم صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال. أما صلاة الجماعة جماعة دايرة مشان تقوله أما برشة الجماعة جماعة الصلاة دايرة إلا واجبة ما فرصة. ومن يترك صلاة الجماعة وهو مسلم بالغ عاقل قادر على حضور الجماعة فهو مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب. برش كل بتدري عاقل بالغ يمشي كل ما ويشفى كل بتدري تعالوا شمسة نجي يلقوا كل بتدري جماعة هذا النهاية هذا شيء مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب. فالذي لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي أصلا ما لا نصنع مع هذا؟ نعم نأخذ ونأتي به إلى المسجد. نعم ونسأل أيضا هل أنت تحيض؟ يلا أما لكنك شكله لكنك شكله طيب قول لك تيجي تيجي بقى قلت بس إذا حضر أنت وين ما هي ماشي كويس لأن الذي المرأة عندما تحيض ولهذا لا تجب عليها صلاة الجماعة لأنها مرأة لكن الرجل لابد عليه من حضور الجماعة. نعم মুসলিম ব্যক্তি হলে একটা অবশ্যই মসজিদে হাজির হতে হবে, যদি সে দেশে মহিলা হয় তাহলে সে মসজিদে হাজির হলে সে কথা অথবা দেখা যায় যে মহিলার মাঝে মাঝে তাদের কি হয় মাসিক ঋতুস্রাব হয় তাদের উপর গরম হয় মুসলিম আছে আপনাদের বুঝে না ওখান থেকে পুরুষের জন্য এমন কোনো সময় নাই যে সময় সে সুস্থ ব্যক্তি অথচ মসজিদে হাজির হচ্ছে না আপনাদের এমন বুঝে না তাকে এছাড়া কি হতে পারে. ذكرنا بالامس ما يتعلق بشروط الصلاه ان ياتي بالشروط قبل الدخول في الصلاه. اما شروط الصلاه صلاه شرط شرط اظن نسيت. الامام اذا صلاه هذا يكون في شرط الشيء الاول الاسلام الاسلام لان مرته اسلام الاولى والعقل كان شرط الاولى وقلنا التمييز اي التفريق بين الاشياء تمييز مرته اولا شو هو الصادق كله يوم ما شاء الله يوم كان شرط الاولى
আনন্দ বর্তব্য করতে পারে বা নির্দেশের মধ্যে বর্তব্য করার ক্ষমতা যার আছে এবং বয়স হওয়া মাথা এবং সমান করে
শব্দ গতিতে সমান করে নানা রকমকে সমান করে রাখে। يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا ركوعه قل به سبحان ربي العظيم اكبر وجوبا هذا اكبر ولا واحد ويستحب له ان يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام مستحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استفاد سي وتلك سيدك ولا مستحب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحانه القدوس رب الملائكه والروح سبحانك اللهم ربنا الآن وهو راكع بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده فإذا استقام قال ربنا لك الحمد. ثم يستحب له ان يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتقوا بعضكم مصطفى زي شيء النبي صلى الله عليه وسلم ده مصطفى من ده زي شيء 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 وكفايه. لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد او حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ده ده اتقوا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وكيف تجي تعصي شيء وكفايه مصطفى. ثم بعد هذا يسجد على الاعضاء السبعه. الجمر والنام وباطن الكفين تجعلها مضمومة الأصابع متجهة بها للقبلة والركبتين وباطن أصابع الرجلين باطن أصابع الرجلين اجعلهما على الأرض ولا ويرفع مرفقين عن الأرض يجب عليه ان يقول في السجود مره واحده سبحان ربي الاعلى واستحب له ان يزيد فيما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. سته اكبر سبحان ربي الاعلى وكبر النبي صلى الله عليه وسلم كنت تقول له اكل وذيك قران مستحب. وهذا الموضع هو موضع اجابه للدعاء فاستحب له ان يدعو في سجوده وكذلك قبل التسليم اي بعد غلاة الشهر والاولى ان يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. السته دعاء قبول الاسلام سته ايضا تشهد سلام تلك سلام تلك كل تشهد سلام تلك كل اسلام ايضا سته الاسلام الذي يؤتي دعاء قبول الاسلام ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دعاء مسلم تلك دعاء قرائب يؤتي ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى ويجعل باقي الاصابع اليمنى على الارض. اطلع من دي وده وده بامبير بيسير قلبه يقوم دان باكي دان باير عمو ملوكي طلعت ليه كتاب دي كوري وزوجه طلعت ليه ويقول وجوبا رب اغفر لي مره واحده. يقوم وجوبا ابشر رب اغفر لي واستحب له ان يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي نعم. ثم يكبر ويسجد السجده الثانيه. ويسمع في الركعه الثانيه ما صنع في الركعه الاولى. إلا أن الركعة الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام فيها تكبيرة انتقال. وكذلك الركعة الثانية ليس فيها دعاء استنجاء. إنما هي تكبيرة الإحرام
জন্য হচ্ছে দোয়া ইসতিগফার, প্রথম রাকাতে দোয়া ইসতিগফার, সিরাহ দিকে রাকাতে দোয়া ইসতিগফার আছে না? নেই। বাইন আনতাহ মিন আর-রাকাত আস-সানিয়া আই বা'দা আস-সাজদাত আস-সানিয়া জালসা আত-তাশাহুদ। তারপর দ্বিতীয় রাকাত শেষে ও তাশাহুদ বসে, তাশাহুদ দ্বিতীয় রাকাতের শেষে তাশাহুদ বসে। ইউশির বি ইসবাইন ওয়া ইউহাররিকা ওয়া ইয়াদুহু বিহা। আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে এবং কিলাবাসার করবে এবং দোয়া করবে। না। يقول التشهد التحية لله إلى آخره. تشهد بها التحية لله تشهد بها. ثم بعد هذا إذا كانت هذه الصلاة صلاة رباعية أو ثلاثية يستحب له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي الصلاة الواحدية. تدري صلاة فيديو شهد تدري فيديو كانت الغاء زوجون بركة هاي تعالي شيء مجمي يقول যদি বিশিষ্ট হয় বিশিষ্ট হয় মাথাটা শুধু ঘুরবে।